السلام عليكم. تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء ميناء بحري عائم في مياه غزة لنقل المساعدات عبر البحر إلى المحاصرين داخل القطاع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. تأتي هذه الخطوة لتثير سؤالا عن دلالة توقيت حماسة واشنطن لنقل المساعدات وعبر البحر تحديدا، بالرغم من أن أحدا من أهالي غزة والهيئات الدولية التي تتولى نقل المساعدات لم يطلب الميناء أو شيئا من هذا القبيل. كما تطرح الخطوة الأمريكية السؤال عن مدى قدرة الميناء أو الرصيف الأمريكي العائم على حل مسألة الجوع والمرض التي بدأت تنتشر في قطاع غزة، ناهيك عن السؤال عن مستقبل المعابر وخصوصا معبر رفح المصري الملاصق للحدود مع غزة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من حديث العرب التي تأتيكم تفاصيلها بعد متابعة التقرير. مقترح سخيف ومثير للسخرية السوداء من منظور حقوق الإنسان، وربما له أهداف خبيثة. هكذا علق مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن البدء ببناء رصيف بحري عائم قبالة سواحل غزة لتلقي المساعدات الإنسانية عبر البحر وتوزيعها في غزة. ميناء بايدن المقترح يأتي بعد أكثر من 5 أشهر من حرب الإبادة الصهيونية ضد سكان غزة، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات عن الأهداف الأمريكية وراء ذلك، ولا سيما أن كيان الاحتلال لم يعلن دعمه لذلك المقترح فحسب، وإنما شارك النائب والوزير الصهيوني السابق إسرائيل كاتس في إقناع كل من قبرص واليونان بأهمية هذا الميناء. اللافت أن كاتس كان هو نفسه صاحب مقترح إنشاء جزيرة صناعية في البحر وتهجير الفلسطينيين إليها، وهو ما يثير مجددا تساؤلات عديدة عن أهداف كل من واشنطن وتل أبيب من وراء هذا المشروع. وبحسب خبراء استراتيجيين، فإن مشروع الميناء المؤقت قد يكون تمهيدا للعملية العسكرية الصهيونية المرتقبة في رفح جنوبي غزة، إذ من شأن تنفيذ المشروع أن يوفر فرصة جديدة لتهجير الفلسطينيين قسرا من الجنوب إلى الوسط والشمال، وإفساح المجال لاجتياح رفح عسكريا في الوقت الذي ينتهي فيه دور معبر رفح منفذا رئيسا للمساعدات الإنسانية ونافذة لسكان غزة على العالم. غير أن ذلك ليس الاحتمال الأوحد في هذا الصدد، فوجود طريق بحري إلى غزة ومنها ربما يهدف إلى تسهيل عملية التهجير القسري للفلسطينيين عبر البحر إلى أوروبا تمهيدا لتصفية القضية، وإن أعلنت إدارة بايدن رسميا رفض ذلك، وأن الضغوط الداخلية على بايدن تصاعدت بسبب دعمه الحرب على غزة، وهو ما يدفعه إلى محاولة تبييض وجهه السياسي قبيل الانتخابات. في المحصلة، فإن أهداف ميناء بايدن ليست إنسانية حسب ما يقول محللون، مؤكدين أن أمريكا لو أرادت إنقاذ أطفال غزة ونسائها لبادرت إلى الضغط الحقيقي لإيقاف الحرب، إلا أنها لم تفعل، وإنما واصلت إمداد الاحتلال بالسلاح الذي يقتل به هؤلاء، وواصلت كذلك تحدي المجتمع الدولي بالفيتو حماية لكيان الاحتلال. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا عبر سكايب من رام الله إعليان الهندي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وعبر زوم من لندن محمد جميح الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بكما ضيفانا الكريمان. لو بدأنا من مع السيد إعليان، الآن أمريكا يعني بدأت يبدو أنها تدفع بزخم نحو قضية المساعدات. قبل أن نتحدث عن الحماسة الأمريكية عن المساعدات، ربما يجدر بنا أن نسأل عن التوقيت. لماذا الآن بايدن يعني يتحدث عن المساعدات في هذا التوقيت؟ هل هناك دلالة سياسية أو استراتيجية ما؟ يعني أولا مشكر لك والضيوف الكرام، أهلا وسهلا. لابد من أن الحماسة الأمريكية تجدد في هذا الموضوع، يبدو لي أنها تعود أساس إلى قضايا انتخابية في الداخل الأمريكي أكثر منها لمساعدة الشعب الفلسطيني. هناك في الولايات المتأرجحة، أحد هذه الولايات وهي ميشيغان،
أعتقد أن الصوت العربي فيها سيكون له دورا حاسما في هذا الموضوع، وبالتالي هو يحاول أن يسوق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة على أنها إنجاز أمريكي ليكسب الأصوات الفلسطينية والعربية في ولاية ميشيغان الأمريكية. هذا أمر. الأمر الآخر هو التوجه الأمريكي نحو محاولة إقناع إسرائيل بأن لا يمكن شن حرب على رفح من دون أن يكون هناك استعدادات لوجستية مثل نقل السكان إلى منطقة الشمال والوسط، خاصة أن منطقة الشمال تتعرض لمجاعة تصفها المؤسسات الإنسانية بأنها من الدرجة الخامسة، أي عندما يبدأ جسم الإنسان يتآكل من ذاته. وبالتالي أعتقد أنه هذان الهدفان الرئيسيان هما من يدفعان الولايات المتحدة الأمريكية للتوجه لبناء الرصيف المائي. هذا أمر. الأمر الآخر لابد من القول أن هناك أيضا أهداف إسرائيلية في هذا الموضوع، طيب الأهداف وأعتقد الإسرائيلية، أن الهدف الأساسي في لو هذا لو أذنت الموضوع لي دكتور يتعلق أستاذ بالتحشيد عليان، الفلسطينيين. لو أذنت لي يعني وقد فقط نؤجل الحديث عن الأهداف الإسرائيلية، لأن سنأتي الحديث عليه حتى لا يختلط الهدف الأمريكي بالهدف الإسرائيلي، وإسرائيل متحمسة بالمناسبة لهذا الأمر. لكن أنتقل منك للأستاذ محمد جميح. أستاذ محمد، الآن إسرائيل بالرغم من أنها تعتزم إنشاء ميناء في غزة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية طرحت فكرة جديدة، ريثما يتم الإنجاز بعد 60 يوما بحسب الخبراء الأمريكيين إنجاز الميناء، وهي قضية عملية يديرها القطاع الخاص لنقل المساعدات عبر البحر إلى المحاصرين في قطاع غزة، يتولى تمويلها حلفاء واشنطن، وأعلنت واشنطن أنها لن تمول هذه العملية إذا ما تمت. ما فرص نجاح هذه العملية، وهل هي بديل عن الميناء أم أنها مؤقتة ريثما يتم الانتهاء من إنجاز الميناء؟ شكرا جزيلا لك وتحية لك ولضيفك الكريم. أهلا وسهلا. أنا في الواقع أعتقد أن إسرائيل وضعت الجميع أمام تحديات كبيرة بإصرارها على إنجاز العملية في رفح وبعرقلتها بشكل واضح ولأهداف عسكرية دخول المساعدات إلى غزة. الـ يعني الإرباك وسيد المشهد هنا، يتحدثون عن دخول مساعدات عبر البر، وهناك عمليات إعاقة واضحة من قبل إسرائيل متعللة بظروف المعارك وسيرها في القطاع لإعاقة وصول الإمدادات الغذائية عن طريق المنافذ البرية، سواء من جهتها أو من الجانب المصري. بعد ذلك تحدثوا عن الميناء العائم الذي ينوي الأمريكيون أو الجيش الأمريكي تحديداً بناءه على ساحل غزة لنقل المساعدات من قبرص. والبارحة هناك بيان عربي أمريكي أوروبي مشترك يشدد على أنه لا بديل عمليا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عن إدخالها عن طريق البر. وبالتالي هناك إعادة تأكيد على أهمية الطريق البري في إدخال المساعدات. نعم. طبعا الإسرائيليون كما قلنا هم الذين جعلوا العالم والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في هذا الوضع المربك الذي هي تجد نفسها تحت وضع إنساني ملح وصل إلى درجة المجاعة الخطيرة في غزة، وأوضاع انتخابية أيضا محمومة ومستعرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وربما يعني من الدورات الانتخابية النادرة التي نجد أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يأتي بالسلب على داعميه من قبل أو من طرف الناخبين نعم الأمريكيين ربما في هذه الدورة، لأنه كان وكما تعودنا على مدار التاريخ الأمريكي فإن الذي يريد أن يكسب في الانتخابات عليه أن يبدي مزيدا من الدعم لإسرائيل، ولكن في هذه الدورة الانتخابية فإن إبداء المزيد من الدعم لإسرائيل لا يصب بالكثير من أصوات الناخبين في نعم صناديق الاقتراع. ولذلك نجد هذا الارتباك الأمريكي في محاولة لإرضاء الجانب الإسرائيلي من جهة، من أجل إرضاء اللوبيات الإسرائيلية في واشنطن،
لكسب المزيد من الأصوات، وبالمقابل أيضا الضغط من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية وربما تأخير يعني معركة رفح، أو إن استطاعت أمريكا إلغاء أو إيجاد حلول أخرى لهذه المعركة، وذلك من أجل إرضاء الناخب العربي والمسلم في الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا يبدو الموقف الأمريكي مرتبكا، ومن هنا أيضا يبدو الموقف الأوروبي والموقف العربي بطبيعة الحال نعم إزاء قضية مهمة وملحة، لأنه بدأنا منذ أسابيع نسمع عن وفيات لأطفال، وهذا بطبيعة الحال له وقع كبير على الرجل الشارع الأمريكي والأوروبي نعم وعلى الإنسان المواطن العادي سواء في العالم العربي أو في أوروبا وأمريكا، وأمريكا تحديدا، لأن الوضع مهم بالنسبة للرئيس الأمريكي وإدارته الحالية فيما يخص الانتخابات. وهذه تحولات مهمة في المجتمع الأمريكي بالنسبة في النظر إلى قضية فلسطين. يسعدني الترحيب بضيفنا الأستاذ عمرو عادل، وهو معنا عبر سكايب من اسطنبول. الأستاذ عمرو عادل الكاتب الصحفي، أهلا ومرحبا بكم. فيما يتعلق بالموقف الفلسطيني من قضية ميناء الأمريكي العائم، الفلسطيني والعربي ليست هناك ردود فعل فلسطينية وعربية واضحة ومباشرة ودقيقة فيما يتعلق بالخطوة الأمريكية الرصيف البحري العائم. كيف تتوقع أن يكون الرد الفلسطيني مستقبلا والعربي على هذه الخطوة التي تثير خشية بعض المراقبين من أن يكون لها أهداف أخرى قد نتحدث عنها بعد الفاصل؟ شوف هيك، عشان نقدر نحدد يعني ايه المتوقع، لازم نحدد نعرف الاهداف الاستراتيجيه لكل طرف من الاطراف اللي حضرتك اتكلمت عنهم، سواء الامريكي او الصهيوني او الاطراف العربيه. المؤكد ان الطرف الصهيوني يريد تدمير تام للمقاومه. دكتور استاذ عمر، لو اذنت لي، يعني نحن بعد الفاصل سنتحدث بالتفصيل محور خاص بموضوع الاهداف الاسرائيليه والامريكيه الغير المعلنه قد تكون من هذه الخطوه، لكن انا اريد ان اعرف عن الموقف العربي، قد يكون مهما في هذه المرحله. الفلسطيني والعربي غائب، لا يوجد موقف واضح وقوي تجاه هذه الخطوه، كيف تتوقع ان يكون هذا الموقف؟ الحقيقه ان هو العرب ما لهمش صوت، يعني ما لهمش تاثير في القرارات اللي ممكن تؤخذ من الجانب الامريكي. الاهداف الامريكيه زي ما قلت حضرتك تتكلم عنها بعدين، لكن احنا الان بنتكلم على المجتمع العربي. المجتمع العربي مجتمع ضعيف مفكك، السلطه قلقانه جدا من اللي بيحصل واحتمال انتصار او وجود مقاومه بشكل عام. الرصيف البحري المزمع وجوده قد يكون نقطة زي مفرزة متقدمة لدعم أي قوة أخرى مضادة للمقاومة الموجودة الآن ودعم للكيان الصهيوني. فهي الحقيقة عملية مقلقة قد تكون، إذا كانت القصة كلها في المساعدات، فإحنا عندنا مجموعة من المعابر ممكن تدخل عدد ضخم جدا بتكلفها أقل من الرصيف البحري. فإيه السبب في إغلاق، استمرار إغلاق المعابر واستمرار إغلاق الدعم الموجه لاهل غزه، وفي نفس الوقت بتحاول تعمل رصيف بحري بتكلفه عاليه وياخد وقت وانت عندك المعابر موجوده؟ ففي تناقض في الفكره، يعني لا يمكن ان يكون الرصيف البحري هدفه الوحيد هو ادخال المعونات، لانها ممكن تتعمل بالتليفون او بقرار من الاداره الامريكيه. اما الاصرار على الرصيف البحري طبعا بيثير الشكوك الكبيره جدا في اهدافه الحقيقيه. هذه سنتحدث عنها بعد قليل، لكن قبل ذلك أعود مرة أخرى إلى رام الله. سيد عليان، سواء أنشئ الميناء البحري بعد 60 يوم أو نجحت الولايات المتحدة في حث حلفائها على تمويل قطاع خاص ليقوم بنقل المساعدات إلى غزة عبر البحر، سواء هذه الخطوة أو تلك، ما الذي يمكن أن تقدمه هاتان الخطوتان للمحاصرين الجوعى والمرضى في قطاع غزة؟ سؤالية. نعم 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 سيد علي، يعني أولا لا شك أنه المساعدات التي تقدم لقطاع غزة إن كانت عبر الجو أو عبر البحر لا تلبي المتطلبات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وقد ذكرت التقارير التي الصادرة عن المنظمات والمؤسسات الدولية أن هذه المساعدات لن تكون بديلا عن فتح المعابر البرية إن كان في المحيطة بإسرائيل أو إن كانت في مدينة رفح. وبالتالي أعتقد أنه هذه المساعدات لن تلبي الحاجة الأساسية لسكان قطاع غزة،
ولابد من القول انه هذه المساعدات يبدو لي انها ستكون المرحله الاولى لخطوه تاليه تتبعها. لم تعلن عنها الجهات التي انشات هذا الميناء المتمثله بمساعده الفلسطينيين على التهجير القسري الذي يتعرض له قطاع غزه بشكل بطيء في الوقت الحاضر، واعتقد انه في المستقبل سيكشف عن الهدف الحقيقي لمثل إنشاء مثل هذا الرصيف الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية والجهات الرسمية منذ أكثر من 10 سنوات، بأن الهدف الأساسي هو أولا قطع الانفصال بشكل كلي عن سكان قطاع غزة، والأمر الآخر هو إيجاد ممر لتنقل السكان من وإلى قطاع غزة من دون أن يكون ذلك لهم صلة وصل مع الفلسطينيين، مع دولة إسرائيل أولا ومع الفلسطينيين في الضفة الغربية ثانيا. الأمر الآخر المهم في هذا الموضوع هو أن هناك محاولات إسرائيلية يعني حثيثة منذ عام 2007 حتى هذا اليوم تتمثل بعنصرين أساسيين. الأول هو العنصر الديموغرافي الذي تعاني منه دولة إسرائيل بشكل كلي، وهو إخراج ما يقارب 2.5 مليون فلسطيني من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعنصر الآخر هو التحكم في الضفة، إعطاء المجال لإسرائيل بالتحكم بالضفة الغربية بالشكل والطريقة التي تراها مناسبة. وأعتقد أنه حتى قضايا الطرد والتهجير في الضفة الغربية لم تغب عن بال المخططين الإسرائيليين، ولذلك أعتقد أنه هذه المساعدات على لن تحقق الهدف المرجو منها، وهو تخفيف حدة المجاعة في قطاع غزة، خاصة أن الحديث يجري عن ليس عن خدمات إغاثية استراتيجية وإنما تكتيكية ويومية. وقد ذكرت وسائل الإعلام المختلفة أن الحديث يجري عن 2 مليون وجبة في اليوم، نعم. بمعنى أن إطعام الغزاويين سيتم بشكل يعني بشكل يعني بالقطارة سريع، وليس يعني لإبقاء الفلسطينيين محتاجين بكل وقت إلى المساعدات الغذائية. أعتقد أنه ما يجري وما يتم أعتقد أنه له أهداف أخرى، نعم. وللأسف الشديد تساعد بعض الدول العربية في هذا الموضوع كدولة الإمارات العربية الممول الأساسي للخدمات التي تقدمها الشركة الأمريكية في الأيام، نعم. الحالية. إجمالا ما يمكن القول في هذا الموضوع أنه الأهداف الحقيقية هي ليست إطعام وإشباع جياع قطاع غزة، نعم. أعتقد أن المشكلة الأساسية الهدف الأساسي سنشاهده، نعم. في المرحلة المقبلة، وهو بالمناسبة أحد أهداف هذا الرصيف البحري هو القضاء على المنظمات الدولية في قطاع غزة وفي مقدمتها الأونروا، نعم. خاصة أن هذه المنظمات تقوم وتقدم بتقارير دولية حول انتهاكات الاحتلال للمؤسسات الدولية. وهناك من يتحدث السيد عليان، هناك من يتحدث عن أن مستقبل الأونر وتحديدا صار على كف عفريت، يعني مهددة بانتهاء خدماتها، لكن هذا الموضوع دعني أرحله لما بعد الفصل، سنبحثه بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. وقفة قصيرة تتبعه عودة لمواصلة الحديث. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي.
مرحبا بكم مرة أخرى. ما زلنا معا في الحديث عن الأهداف غير المعلنة المحتملة للميناء المؤقت الذي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إنشاءه في مياه غزة. أذهب إلى السيد عمر في إسطنبول. هل من الحصافة السياسية التوقف عند الهدف الأمريكي المعلن وهو نقل المساعدات إلى المحاصرين في قطاع غزة، أم أن الأدبيات السياسية الدولية والممارسة السياسية الدولية تفرض التوقف أو فتح العين نحو أهداف قد محتملة غير معلنة؟ يعني الطبيعي أن في أي عمل في المجال السياسي والمجال العام كل فعل أو كل عمل له أهداف غير معلنة، حتى الأهداف المعلنة اللي تتكلم عنها إطعام الناس وبتاع زي ما قلت لحضرتك ممكن تتعمل بوسائل تانية، فربما يكون الهدف الرئيسي من هذا الرصيف البحري هو مساعدة الكيان الصهيوني في حل أزمته الكبرى اللي حصلت يوم 7 أكتوبر، سواء كانت تبقى نقطة تمركز لوجستية ليهم أو نقطة تجمع أو نقطة قريبة لتهجير الناس من رفح أو من أي منطقة من أو تبديل أماكن الناس في داخل قطاع غزة أو إمداد قوات معينة ممكن تنشأ داخل غزة بالسلاح لإنتاج حرب أهلية داخل القطاع. إذن هي نقطة متقدمة استطاع الأمريكان وضعها في البحر، وطبعا دي هيبقى ليها أعتقد تأثير سيء جدا في الفترة الجاية. لازم نتأكد زي ما قلت حاجة الأهداف الاستراتيجية الكبرى للأمريكان هي القضاء على أي فكرة للمقاومة في المنطقة لأنها بتسبب لهم قلق. إذن فأي فعل بيعملوه وأي إجراء بياخدوه لازم يكون تحت هذا الإطار. نفس الكلام إحنا شفنا الصهاينة بيشجعوا الفكرة دي وعايزين يعملوا هذا الرصيف البحري لأنها تعمل لهم رافد جيد جدا في الصراع العسكري داخل الأراضي، أراضي غزة والأراضي المحتلة. المأساة الكبرى إن الدول العربية المفروض يعني المحيطة بالمتضررة ضرر مباشر بالتوغل الصهيوني ومتضررة ضرر مباشر بتدمير قطاع غزة يعني لا حول لها ولا قوة الشعوب والأنظمة مدركة تماما أن وجودها مرتبط ببقاء الكيان الصهيوني وتحت رحمة الإدارة الأمريكية، فبالتالي صمتت صمت القبور عن هذا الأمر رغم أن وجود هذه النقاط خطير جدا من ناحية الأمنية حتى على هذه الدول، ولكن أصبح فكرة الأمن القومي فكرة غير مطروحة قوي في حسابات قيادات السياسية العربية. المشكلة الكبرى الأخرى هي أن المقاومة نفسها الحاب عمالة تحاصر من كل اتجاهات، المحيط يحاصرها وتحاصر من الداخل والآن تحاصر أو يبقى في نقطة قد تكون نقطة خطيرة جدا على وجودها وقدرتها في البحر، والرصيف البحري ممكن يستخدم في عمليات إمداد وإنزال وغيرها لصالح العمليات العسكرية. طيب لا سيد محمد، في لندن كان الملاحظ أو السؤال عن المنفعة الأمريكية من وراء هذه الخطوة، ما المكاسب والفوائد التي ستجنيها واشنطن من وراء إنشاء ميناء أو رصيف بحري عائم في غزة؟ طبعا تحدثنا عن بعض هذه المكاسب فيما يخص الداخل الأمريكي وهي مكاسب انتخابية لهذه الإدارة تريد أن تبيض وجهها أمام الناخب العربي والمسلم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو صوت مؤثر وخاصة في السنوات الأخيرة بعد أن بدأ العرب والمسلمون في تنظيم أنفسهم في كيانات وتنظيمات مختلفة وضاغطة إلى حد ما، ولكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية كذلك حريصة على أن يكون سجلها نظيفا إنجاز التعبير أمام شعوب المنطقة، خاصة وأنها يعني لا تزال وصمة دعم إسرائيل ظالمة، ولا نقول أو مظلومة لأنها ظالمة بكل حال، دعم إسرائيل على طول الخط هذه صفة لكل الإدارات الأمريكية المتعاقبة، لا يختلف في ذلك الجمهوريون عن الديمقراطيين. فهذه الإدارة تريد أن تقول بأنها يعني ربما تتخذ بعض الخطوات التي الضاغطة على إسرائيل وخاصة فيما يتعلق الحرب على غزة وفيما يتعلق بالمستوطنات. نسمع بعض الأخبار عن نية أمريكية لفرض عقوبات على قيادات في المستوطنين، ونسمع عن يعني عقوبات أمريكية ربما
تطال الإجراءات التي تسعى إلى توسيع دائرة الاستيطان في الضفة الغربية. إذن الأهداف الأمريكية أعتقد أنها أهداف دعائية بشكل عام، وهذه الأهداف الظاهرة، لكن لا ندري في حقيقة الأمر ما إذا كان هناك هدف آخر. ربما يعني يتحدث البعض عن أن هذا الميناء قد يكون يعني ليس من اتجاه واحد، أو ليس خطا من اتجاه واحد، وإنما من اتجاهين. ربما تأتي المساعدات إلى غزة، وربما يفتح الطريق لمن أراد أن يخرج من غزة عبر هذا الميناء إلى المنافي الأخرى، وهذا ربما ما تهيئ له الإدارة الأمريكية والإدارة في إسرائيل، من أجل إن لم يكن تهجير سكان القطاع فعلى الأقل تهجير بعض هؤلاء السكان، الذين ربما يصل الضيق ببعضهم إلى أن يفضل أو يدفع إلى الخروج عبر هذا الميناء، ولو حتى عن طريق العلاج لمعالجة الحالات الصحية الحرجة. لكن هل يمكن أن نضمن بعد ذلك أن يعود أو أن تسمح إسرائيل بعودة هؤلاء؟ على كل هذه من ضمن الأهداف التي ربما لم يعلن عنها، ولكنها تبقى أهداف محتملة، لأنه هناك أحاديث كانت في بداية. لكن هذه الأهداف، يعني كأنك تغمز من قناة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن هذا قد يتعارض مع الموقف الأمريكي الرسمي المعلن. الإدارة الأمريكية مجمعة على أنه لا تهجير قسرية للفلسطينيين من غزة. هذا صحيح، لكن نحن لو نظرنا إلى، أو عندما يعني سمعنا إلى الجانب الإسرائيلي في بداية طوفان الأقصى، وبين الحين والآخر يظهر من يجد بأن أو من يرى بأن تهجير سكان غزة هو الحل لهذه المعضلة. وطبعا سمعنا علنا بأن هناك قيادات إسرائيلية ترى بأن سيناء أرض واسعة وأنه يمكن أن تستوعب سكان القطاع، وهناك من يطلب من الدول العربية استضافة هؤلاء السكان، بما أنهم أي العرب حريصون على مستقبلهم وعلى حياة هؤلاء السكان. وهناك أيضا من يذهب بعيدا بأن يذهب السكان إلى الدول في أمريكا اللاتينية وأوروبا وغيرها. إذن مسألة تهجير سكان قطاع غزة وإن كانت مستبعدة، لأنه بعد أن وجهت برفض قاطع من قبل الإدارة المصرية ومن قبل العرب بشكل عام، يبدو أن الصوت الأمريكي الذي ربما كان يجس النبض في بداية الأمر، نعم، ولم يكن لديه موقف حازم في البداية إزاء هذا التهجير، لكنه الآن صحيح أن الإدارة الأمريكية تقول بصراحة بأنها لا تؤيد تهجير السكان. لكن نحن لا نعرف يعني ماذا كيف سيكون عليه الأمر. ربما يخرج بعض السكان بنية العلاج، ربما يخرج عمليا. نحن نتحدث عن 2.5 مليون إنسان تقريبا في غزة، عملية التهجير ليست بالأمر السهل. طيب سيد عليان في رام الله، إذا ما كان الموقف الأمريكي حازم في قضية، على الأقل رسميا على ألسنة كبار المسؤولين، في قضية رفض تهجير الفلسطينيين قسرا من غزة، وما دام الميناء هذا هدفه نقل المساعدات إلى قطاع غزة، وهذه المساعدات يفترض أنها ستساعد الغزيين على الصمود، ما الذي يجعل إسرائيل متحمسة كل هذه الحماسة لهذا الميناء؟ يعني لابد من التعليق على ما تحدث به الأخ محمد جميح من لندن. تفضل باختصار. حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية لو تم النظر إلى الميزانية المخصصة لاستيعاب اللاجئين في كل العالم، سيشاهد أن هناك ما يقدر ب3.5 مليار من الدولارات المخصصة لاستيعاب المهاجرين من دول العالم، ومن ضمنهم مهاجرين من قطاع غزة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المبدأ لا تعارض مسألة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، وقد كان ذلك موضع مباحثات مصرية عربية مصرية أمريكية شاركت فيها قطر من أجل نقل عدد ضخم من السكان الفلسطينيين في قطاع غزة إلى منطقة رفح المصرية. لكن من الواضح أنه الموقف الرسمي كان المصري يرفض تهجير الفلسطينيين إجمالا. الفكرة الأساسية التي أود أن لكن الفكرة الأساسية هي الفكرة الأساسية عن حماسة إسرائيل. يهمنا نعرف منك وأنت الخبير بالشؤون الإسرائيلية، لماذا إسرائيل متحمسة كل هذا القدر لهذا الميناء؟ يعني فيما يتعلق بإسرائيل، إسرائيل بصراحة
الفكرة ليست جديدة كما تحدثت، الفكرة بدأت من عام 2010 تقريبا، عندما بدأت إسرائيل تدرك أن العنصر الديموغرافي عنصر مهم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واعتقدت حينها أن إخراج أن الانفصال عن قطاع غزة سيعزل الفلسطينيين في قطاع غزة عن الصراع الكلي للفلسطينيين ضد دولة إسرائيل. لكن من الواضح أن الحروب التي شنتها إسرائيل على مدار العشر سنوات الماضية على قطاع غزة أثبتت أنه لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال فصل الفلسطينيين في قطاع غزة عن مجمل النضال والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لذلك هي استغلت فرصة عدوان عام 2023 لتحقيق الهدف الكلي، أولا بطرد الفلسطينيين بعد أن فشلت بمحاولة طردهم بشكل جماعي من خلال القصف المكثف إن كان بالطيران أو المدفعي، وبالتالي اتجهت نحو الموضوع الآخر المتمثل بالتهجير القسري. وبالمناسبة إسرائيل من خلال التدمير ومن خلال عمليات الإبادة التي تمارسها في قطاع غزة هي عمليا وفرت البنية التحتية لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة. التقارير المختلفة إن كانت صادرة من قطاع غزة نفسه أو حتى التقارير الدولية تشير إلى حجم دمار شامل ومطلق في كل ما يتعلق بمنطقة شمال قطاع غزة وحتى الوسط. وأعتقد أن هذا التدمير هي تتطلع من وراءه إلى توفير الظروف المناسبة لحدوث التطهير أو التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. أعتقد أن هذا هو الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله الرصيف العائم في قطاع غزة. نعم. وللأسف أكرر كمان مرة أن هناك دول عربية كالإمارات العربية المتحدة تشارك في عملية طرد وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة كي تتوفر الظروف المناسبة لإسرائيل في التحكم في الفلسطينيين في الضفة الغربية بالشكل والطريقة التي تراها مناسبة. لكن إجمالا تفضل باختصار شديد أستاذ علي، تفضل. إجمالا الذي أود القول في هذا الموضوع المساعدات الإنسانية والإغاثة أعتقد أنه كان بالإمكان نقلها عبر البر، لكن من الواضح أن إسرائيل التي تتطلع إلى إيجاد هامش واسع لتهجير الفلسطينيين مستقبلا من قطاع غزة قد أوقفت بشكل كلي عمل كل المنظمات الدولية في قطاع غزة، وكل ما تحاول هذه المنظمات نقله إلى الفلسطينيين إن كان في وسط أو شمال قطاع غزة يواجه بالقصف نعم. الجوي وبتدمير الشاحنات وقتل السائقين والمساعدين لهم. طيب لكن سيد عمر في إسطنبول في ظل الموقف العربي الرسمي المعلن كما قال السيد عليان في رام الله موقف حازم من قضية تهجير الفلسطينيين، يعني مصر لا تريد تهجير الفلسطينيين وكذا العرب قالوا، حتى الموقف الأمريكي الرسمي المعلن أنه لا لتهجير الفلسطينيين من غزة، في ظل هذه المواقف الثابتة فيما يبدو هل تبدو لك فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة عبر الميناء هذا فكرة عملية قابلة للتحقق؟ الأمريكان بيتكلموا عن التهجير القسري، لكن التهجير الاختياري الناس مش قادرة تعيش، والحقيقة اللي بيحصل في قطاع غزة. أنا عايز أسألك سؤال، تم ترحيل الناس من الشمال للوسط ثم من الوسط للجنوب ثم من الجنوب لرفح، كل ده ما حدش واخد باله ان دي عمليه ترحيل داخليه مقدمه للترحيل للخارج. عمليه التهجير هي الهدف الرئيسي للصهاينه، هي البلان بي عند الامريكان وغيرهم. فهو في لحظه ما ففي لحظه ما هتبقى هي تفرض نفسها على الارض، وكل المقدمات اللي بتحصل دلوقتي هي لتمهيد الارض للترحيل او لتهجير اهل غزه من فلسطين سواء لمصر او غيرها. والرفض العربي ده رفض بيسموه تكتيكي، يعني بيحاول يدير الامور ويحصل على اكبر مكاسب خاصه بيه. الحكومه المصريه بيه ارضها يعني ما عندهاش مشكله يعني، فبالتالي مش هيبقى في ازمه لو حصلت على مكاسب مناسبه ما تقبل بالكلام ده. امتى هيحصل ده؟ طبقا لتوازنات ربما تفاصيلها مش عندنا، لكن كل الارض بتمهد لعمليه التهجير. هل في انتظار ان يحصل قضاء على المقاومه فبالتالي احتمال التهجير يقل؟
يمكن الامريكان منتظرين حاجه زي كده، لان طبعا التهجير له مشاكله اللاحقه وبيعمل ازمات وممكن يفجر المشكله في حته ثانيه، لكن احد السيناريوهات المطروحه والصهاينه بيمهدوا الارض لهذا السيناريو من بدايه يوم 7 اكتوبر وفصل الشمال على الجنوب ثم طرحين الشمال ثم الوسط ثم علما سيد عمرو، علما ان الان الدول الاوروبيه وحتى الدول العربيه غير مهيئه لتلقي دفعات من المهجرين او من اللاجئين في ظل حمله اللجوء الكبيره بعد الانتفاضه العربيه في المنطقه، اليس كذلك؟ نعم، بس مصر قابله، منطقه فاضيه في سيناء، واحنا شفنا عمليات التفريغ الكبيره اللي حصلت خلال السنوات اللي فاتت، اتكلمنا عن صفقه القرن وتجهيز مباني ضخمه وتهجير الناس من ارضها ورفض انهم يرجعوا تاني. لكن معذره، الموقف المصري واضح في موضوع اللاجئين، لا لتهجير الغزيين ولا لاستقبالهم في مصر. والله ده كلام انا لا اصدقه تماما، يعني في صور بيتعمل تاني داخل مصر على في عمق الاراضي المصريه في سيناء كانه بفر تاني، يعني لو اتفتحت الحدود ده يوفر تاني لتجميع الناس. احنا بنتعامل مع النظام المصري يقول ما لا يفعل دائما. طيب. وبيتكلم بالضغط لتحقيق اهداف معينه، لكن انا ارى ان كل ما يحدث على الارض خلال الخمس شهور اللي فاتوا هي تمهيد الارض لتهجير الاهل بس. طيب سيد محمد، في لندن فكره الميناء البحري برايك هل من النجاعه القول بانها تعبير عملي عن التسليم الأمريكي النهائي للرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بالحرب على غزة؟ الواقع أن الإدارة الأمريكية في وضع لا تحسد عليه، لأن حليفتها الأولى في العالم وليس في المنطقة تتصرف فوق القانون الدولي، ولم يعد باستطاعة الأمريكان الصبر أو استيعاب هذا الموقف الإسرائيلي، ولذلك تبحث أمريكا عن مخارج وسط بحيث أنها تبقي على دعمها لإسرائيل وعلى مظلتها السياسية وغطائها في مجلس الأمن للدور الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية من جهة، ومن جهة تحافظ على الصورة الأمريكية التي لا تزال أمريكا تحاول أن تروج لها، أمريكا هي حامية الحريات والحقوق. ولكن إلى أي مدى سوف يصمد الأمريكان أمام هذا التصميم الإسرائيلي على إنفاذ السياسة الإسرائيلية؟ وأنا مع لماذا تفترض سيد محمد، دعني أحاورك في هذه القضية معذرة، لماذا تفترض، قد يقول مشاهد بأنك ربما تبالغ في حسن الظن في الموقف الأمريكي، يعني أمريكا لماذا هي متضررة على الأقل على الساحة الدولية من الموقف الإسرائيلي وهي التي تمدها بالأسلحة وبالذخيرة وتغطيها سياسيا، لماذا موقفها صعب، لماذا متضررة؟ بطبيعة الحال يعني هناك داخل الإدارة الأمريكية نفسها هناك خلافات، فكيف بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل؟ يعني هناك من خلال ما نلحظ من تصريحات لمسؤولين أمريكيين وأيضا من خلال استقراء السياسة الأمريكية هناك حرج أمريكي كبير، كما أشرنا هناك ناخب أمريكي، هناك مظاهرات تكاد تكون بشكل يومي ومنها داخل امام يعني امام البيت الامريكي البيت الابيض، وهناك ايضا موظفون في الاداره الامريكيه في البيت الابيض يرفعون بشكل مستمر باعتراضات متواصله ويوقعون على لوائح تعترض على السياسه الامريكيه لبايدن في المنطقه في الشرق الاوسط، وبالتالي هذه الاداره هي يعني لا نتصور انها متناغمه بشكل كبير مع الاداره الاسرائيليه، ربما في الاهداف الاستراتيجيه هم متفقون، لكن هناك في التفاصيل خلاف في 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 كيفيه الاداء. اسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمر دوليا وامميا وحتى ربما امريكيا، وبالتالي اصبحت تعرض الحليف الامريكي للحرج في الساحات الدوليه، يكفي انه كلما تقدم او تقدمت دوله او مجموعه من الدول باقرار الى مجلس الامن الدولي بوقف إطلاق النار تظهر أمريكا بصورة سيئة للغاية أمام شعوب العالم، لأنها هي التي تمنع وقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي أمريكا تبحث عن مخارج. جاء هذا المخرج في المتمثل في الميناء البحري أو الرصيف البحري من أجل أن إيصال المساعدات، لأن إسرائيل تصر على عدم إيصال المساعدات بشكل مستمر وسويع عن طريق البر، لأنها تتعلل بأن ذلك يعيق العمليات العسكرية في البر في غزة ويعرض كما يقول الجانب الإسرائيلي. طيب. هذه المساعدات والقائمين عليها لخطر التعرض للنيران الإسرائيلية، وبالتالي تحميل إسرائيل مسؤولية القتل، مع أن إسرائيل كما شهدنا في مرات عديدة تستهدف المنتظرين لقوافل الإغاثة في داخل قطاع غزة، ورأينا
المئات من هؤلاء المنتظرين يقضون على يعني بنيران القوات الإسرائيلية في داخل غزة وهم ينتظرون الإغاثة. لكن بالمجمل أنا أتصور أن هذا الميناء المزمع هو في الأساس كما تقول التصريحات الأمريكية ليس الحل الأمثل، ولكنه يعني أبدع ما يمكن أن يكون في الظرف الراهن. ثم إنه لن يكون كما يقول الأمريكيون والعرب والأوروبيون في بيان مشترك البارحة بأنه لن يكون بديلا عن الطرق البرية، لأن الطرق البرية هي الأسهل وهي التي يمكن أن يعتمد عليها. لماذا؟ لأن هناك منظمات يمكن أن تدخل، المنظمات الدولية الإغاثية هي التي تقوم بعمليات إدخال الإغاثة عبر المعابر البرية ومن ثم توزيع هذه الإغاثة على المواطنين. نعم. في داخل غزة. طب هذا يدفعنا لسؤال السيد عليان في رام الله، في ظل هذه الحملة والحماسة فيما يتعلق في موضوع الميناء، ما مستقبل المساعدات أو أطنان المساعدات المحتشدة في المعابر البرية؟ يعني أولا المساعدات البرية المنتشرة في المعابر المختلفة، وبالمناسبة جزء كبير منها موجود في الموانئ الإسرائيلية نفسها، أعتقد أنه سنجد بشكل أو بآخر إسرائيل طريقة لإدخالها إلى قطاع غزة، لكنها قبل أن تتقدم بهذه الخطوة أعتقد أن عليها، أو هكذا تفكر دولة الاحتلال الإسرائيلي، بأن عليها أن تجد طريقة أولا لإخراج المنظمات الدولية التي تحمل الصبغة الأممية من قطاع غزة، خاصة الأونروا واليونيسف وغيرها من المنظمات. الأمر الآخر والمهم بالنسبة لها هو إيجاد حل لمشكلة رفح كي يتوفر لها الفرصة لشن هجوم على تلك المنطقة المهمة لها. في تلك الحالة إذا توفر هذين الشرطين أعتقد أن إسرائيل، وفي حالة تأكدها أن فشلها بعملية التطهير العرقي قد فشلت بشكل أو بآخر، أعتقد أنها ستسمح بدخول المساعدات الغذائية عبر المعابر المختلفة. لكن لابد من الإشارة هنا أن ذلك سيكون مؤقتا. وزير الدفاع الإسرائيلي صرح في بداية الحرب أننا سندمر وسنقتل وسنحقق أهداف إسرائيل ومن ثم سنغلق كل المعابر المتعلقة في بين إسرائيل وقطاع غزة. أما ما يتعلق بمعبر رفح فأعتقد أنه جرت محاولات إسرائيلية وما زالت تجري في هذا الموضوع تتعلق بنقل المعبر رفح من وسط القطاع إلى شمال القطاع إلى نقطة الحدود المصرية الإسرائيلية مع الجانب الفلسطيني كي تتمكن من السيطرة على الداخل والخارج وعلى المساعدات وغيرها. وإجمالا ما أود قوله في هذا الموضوع أن المستقبل المساعدات في قطاع غزة، وهو سيحتاج مساعدات بالمناسبة لسنوات عديدة وطويلة، خاصة أن إسرائيل قامت بتدمير كل البنى التحتية، كل المنشآت، كل المساكن، أعتقد أنه سيحتاج لمساعدات لسنوات طويلة. أعتقد أن معبر رفح البري سيكون هو المعبر الوحيد لدخول هذه المساعدات، خاصة أن مصر رفضت المقترح الإسرائيلي القاضي بنقل المعبر، وبالتالي ستجد إسرائيل بشكل أو بآخر طريقة للتفاهم ثلاثي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على طريقة مراقبة المعبر مستقبلا والتفتيش والتدقيق في كل ما يدخل من هذه المساعدات. لكن نعم. إلى حين تحقيق ذلك نعم. أعتقد أن إسرائيل سوف تدخل المساعدات الموجودة إن كان على المعابر الإسرائيلية أو في الميناء أو حتى في مصر إلى قطاع غزة، لكن لن يتم ذلك قبل أن تحقق ما يسمى بالأهداف الإسرائيلية في قطاع غزة. طيب. وأعتقد أنه المشكلة نحن بالنسبة لنا الفلسطينيين لا يجري الحديث عن تحقيق أهداف إسرائيلية، وإنما هو هل يسلم الفلسطينيين بالسياسات الإسرائيلية أم لا؟ أعتقد أنه الجواب لا، خاصة أنه منذ الاحتلال لفلسطين عام 1948 ورغم الإنجازات التي حققها الاحتلال الإسرائيلي في هذا الموضوع، إلا أن الشعب الفلسطيني ما زال يرفض التسليم بكل السياسات والانتهاكات التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني. طيب وضحت الفكرة، وهنا أختم مع السيد عمر في إسطنبول. كل ما يجري من حديث عن
المساعدات عن طريق إما الرصيف البحري الأمريكي أو عن طريق الممر المائي من قبرص واليونان إلى قطاع غزة. هذا يدفعنا للسؤال عن مستقبل معبر رفح، الرئة الحقيقية الوحيدة التي ينبغي أن يتنفس منها الفلسطينيون في غزة. ما مستقبل معبر رفح برأيك؟ وصوت انت بتتكلم عن مستقبل معبر رفح. صحيح. هي معبر رفح هو المفروض يعني هو اكبر، المفروض يبقى فيه اكبر امداد للشعب الفلسطيني في غزه من المساعدات من مصر، ولكن النظام المصري يعتقد انه عنده مصلحه ما مع الصهاينه في المشاركه في الحصار على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومه، وده واضح جدا خلال الخمس شهور اللي فاتوا. المعبر حتى الرئيس الأمريكي نفسه قال إن الرفض جاي من النظام المصري. إذن فمعبر رفح هو أداء الآن لخنق الشعب الفلسطيني ولضبط حركته، سواء كان إغلاقه فحبسه في الداخل أو فتحه فتحركه إلى داخل أراضي سيناء. فهي نقطة استكمال للسيطرة الصهيونية على، أو محاولة استكمال السيطرة الصهيونية على قطاع غزة. إذن فنتفق أن معبر رفح بدل ما كان هو الرئة التي يمكن أن تنقذ الشعب الفلسطيني من الموت جوعا وعطشا، أصبح هو أيضا جزء من الحصار على الشعب الفلسطيني لتوجيهه إلى المكان والوجهة التي يريد أن يحتل سوريا. دي حقيقة عار لن يمحى من التاريخ على مصر شعبا وحكوما. حتى الشعب نفسه مهما كان يعاني من اضطهاد وغيره، ولكن قبوله بهذا الوضع الإنساني المهين أعتقد يعني سيعاني معاناة كبيرة جدا بسبب هذا الأمر. طيب أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدي الكرام أشكر ضيوفي، كان معنا من رام الله السيد عليان الهندي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن لندن محمد جميح الكاتب والباحث السياسي، ومن إسطنبول عمرو عادل الكاتب الصحفي. أشكرهم جميعا كما أشكر حضراتكم. شكرا أكبر على كرم المتابعة. في حراسة الله.